صباح الخير عليكم. بمناسبة اللي احنا قربنا على عيد نياحة البابادوس كورس، حابب اقول لكم كم معلومة مهمة. اول حاجة ان مجمع خلق دنيا ما حرمش البابادوس كورس، المجمع خلق دنيا عزل البابادوس كورس وعزله عشان مسائل ادارية وتدبيرية، مش عشان ان هو هرتوكي او ان هو غلط في بعض المسائل العقائدية. هنلاقي ان اول وثيقة بالدين البابادوس كورس، وده طبعا بدون وجه حق، في القرن السادس سنة 515 ميلادية، لما جه البابا هرمس داس البابا الروماني وطلع أول وثيقة غربية بيدين فيها البابا دوسكوروس وبيعتبر إن البابا دوسكوروس هرتوكي. ولما جه بعد كده جوستينيان وحب يصلح العلاقات مع كنيسة روما عشان كان عايز يكسب ود روما وود الغرب عشان الحرب اللي هو داخلها، اعترف بالوثيقة دي. وكمان لما جه مجمع القسطنطينية المكاني، المجمع ده كان سنة 536، حرموا فيه البابا دوسكوروس ومعاه كمان ساويروس الأنطاكي، وبدأ الاضطهاد يكون على أصحاب الطبيعة الواحدة شديد جدا، والإمبراطور بدأ يعذبهم ويدي فرمانات كبيرة جدا، وراح كتير قوي استشهدوا بسبب الإيمان وبسبب العقيدة، أن هم تمسكوا بعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية كانت بتنادي بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. نقدر نشوف قد إيه أن الإمبراطور البيزنطي كان بيتحكم في الكنيسة وبيفرض رأيه وسلطته عليها، وكمان كان بيعزل البطاركة ويحط بطاركة حسب ما هو عايز وحسب الحاجات اللي تخدم سلطته. أتمنى تكون فكرة حكاوي قبطية أصلا عجباكم، ولو أول مرة تسمعوني ياريت تشتركوا معانا هنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل حلقاتنا الجاية، ولو على الفيسبوك ياريت تعملونا فولو وتشاروا حلقاتنا لكل الناس عشان احنا بنتكلم عن تاريخ الكنيسة وتاريخ مصر. فمع السلامة.